العمل الشرطوي، الشرطة القضائية أو نسميها الأمن، إذا لم يكن متسقا ومنسقا ومستجيبا وطائعا لما يقوله القاضي في المحكمة حين يصدر حكمه، فأعتقد لا فائدة على الإطلاق. وعلى ذلك الإصلاح لن يتم في قطاع واحد نسميه في قطاع القضاء. صح إنه الركن الأساسي الذي أعزه وأحترمه وأجله، ولكن في نفس الوقت الأمن الملتزم المهني الذي يحقق سيادة القانون يجب أن يكون رديفا حقيقيا للقضاء. وعليه بالفعل سنجد أن قوة القانون هي من تحكمنا وليس قانون القوة. قانون القوة يجد مجال غير محمي، وفي نفس الوقت يتطلب أبسط متطلبات الحياة. لا يجب علينا على الإطلاق أن نترك القضاة بالفعل أنهم يحسوا أن هناك ما ينقصهم، وبالذات في متطلبات الحياة، وأنا أعني ما أقول من سكن هادئ، من مصاريف الأولاد بالشكل من أول الشهر لآخر الشهر، ما يظل خايف يضرب جيوبه يمكن خلص الراتب أو أي شيء من هذا القبيل. هذا إذا أردنا قضاء حقيقيا، وأن لا ننظر للقضاء بدوافع من الأنانية والحسد كما هو حال وما جبل عليه مجتمعنا للأسف الشديد. الحسد عنوان مفزع يحرك حياتنا. يفترض أن يكون للقضاء ميزة خاصة حقيقية في مجتمعنا. أريد أن أرى القاضي بالفعل هامة عظيمة يمشي بكل ثقة وعنفوان وكبرياء وتواضع في آن واحد. هيبة القضاء إن سقطت هي بداية سقوط الدولة المزلزل. وأنتم تعرفوا كيف انتقلنا بالفعل حتى من دولة قانون القوة، أنا بعتبرها مجازا، حالة متقدمة عن حالة السقوط النهائي وهي حالة الفوضى العارمة. وهذا ما شاهدناه في فترة من فترات الحرب، ما بعد الحرب مباشرة كانت الفوضى هي السيد، وكان عتاة الإرهاب وفي نفس الوقت النهابون المتفيدون المتوحشون كانوا هم المسيطرين على الأرض. وكان القاضي أعتقد أنه يخاف حتى أن يغادر منزله، نعم يخاف يغادر منزله لسبب بسيط واحد، لأن هؤلاء المجرمين يرون بالقاضي أنه عنوان الدولة وعنوان الاستقرار وعنوان العزة والكرامة، وهو يريد بالفعل أن يخضعنا ويذلنا. هذه العقلية المريضة التي سرعان ما استأسدت على البسطاء والمساكين وحتى على التجار مجازا مثلت حالة لم تمر بها عدن على الإطلاق. عدن كانت بالفعل عنوان المحبة، عنوان السلام الاجتماعي. يا للعجب أن نجد عدن في جزئية منها تجد هناك شرخ في هذا الوجه الجميل، شكل التوحش الغير مقبول والمرفوض. إن من أرادوا أن يفرضوا علينا مشاريعهم ونقل الشكل الظلامي من هذه المشاريع، نقول لهم إن عدن تطوع ولا تطوع. وبإذن الله تعالى ما أراه اليوم هو مصداقية لما نقوله دائما، إن عدن
تطوع ولا تطوع. ومن هنا أرى هامات كبيرة بينكم، واعذروني من ذكر الأسماء، سواء كان من سيدات القاضيات الأفاضل أو من سادة القضاة الأفاضل، الذي أنا دائما نقطة ضعفي الانحناء لكم القانونيين. هذا تعبير عن المشاعر الصادقة نحو القضاء والقانون، يجب تكون القدوة. نعم نعم، أن نشعر بكبرياء ومحبة في نفس الوقت، ولا نريد من القاضي إلا أن يكون إنسانا، لأن القاضي إذا ما تلبس القلب الحجري فأعتقد أن قيمة الظلام ومشروع الظلام سينتصر علينا. فليعلم الجميع أن دموعي دموع كبرياء واعتزاز وفرح، فكثيرا من دموع هي للحزن حقا، ولكن دموعي اليوم هي دموع الفرح. عموما أعتقد أنه الحياة القضائية والقانونية بدأت تدب في أنفسنا، وأشعر بالأمل عندما أرى كل الأجيال أمامي، وجيل الشباب بالفعل أراه أمامي مبتسما واثقا. وجيل الخبرة والخبرات أرى فيهم الهدوء والرصانة والقوة في آن واحد. شكرا لكم لهذا النموذج العظيم الذي تقدموه للقضاء في عدن وفي عموم اليمن. نريد أن يكون القضاء في عدن نموذجا وأنموذجا للقضاء في عموم اليمن. قد يقول البعض إنه هذا وحدوي، أنا لست وحدويا، أنا اتحادي. الوحدوية هي مرض، ومرض التوحد يسمى بالوحدوية، ولكنني اتحادي بالمعنى العظيم الذي يعني الإضافة وليس الانتقاص، الذي يعني المصلحة الكبيرة والمتنامية وليس الانتقاص من هذه المصلحة على الإطلاق، كما حصل في حالة من الوحدوية الرعناء التي بنيت على أسس ربما تؤسس للظلم الذي وجدناه من بعد سنة 90. فكانت تلك المشاهد المظلمة في حياتنا في الشمال وفي الجنوب لا نتعذر، الكل عانى، الكل يدفع الثمن. صعدة الوحدة تدفع الثمن إلى اليوم، صعدة ظلنا نتفرج عليها والحوثيين يعبثون بها، 180 ألف متشرد، أكثر من 60 ألف قتيل، لم تذرف لنا عين ولم نخجل لهذا الوضع، بل أن بعضنا قد ساير وصفق لما لا يعلمه أنه عنوان لسقوطه القادم والمدوي، وها هو حاصل اليوم. نقول شكرا للتحالف العظيم، التحالف العربي الذي لولاه بعد الله ودماء شهدائنا الأبطال في كل الجبهات وعلى كل أرض وتحت أي سماء، نقول لهم لولاكم لما اجتمعنا على هذا النحو الرائع. ونحن بالفعل مصممين وعازمين وبإرادة لا تلين
بأن نخطو خطوات نحو المستقبل المنير. أنتم شعلة في النفق المظلم الذي ذهبت حياتنا عليها، بأننا نسير في نفق مظلم لا نهاية له، فكل واحد منكم شمعة في هذا النفق، والقوانين والقرارات التي ستتخذوها ستكون الشمس المشرقة في نهاية النفق، عندما يضيء العدل ويشع في هذا النفق. فلا ضير ولا يعني نقول مستحيل أن نجد بالفعل أنه شمسنا ستشرق، عندما تشرق بعنوان العدل فهذه نعمة كبيرة جدا علينا، تمكننا من أن ندخل في التحدي الحضاري الإنساني. التحدي الحضاري الإنساني، ما نحن نتكلم دائما إنساني إنساني، ما نقصده بالتحديد إننا قوم يؤمن بالشراكة الإنسانية. نحن لسنا قوم مغلقين على أنفسنا، وإلا لما انتقلت الثقافة ولا انتقلت التقنية على الإطلاق فيما بين الناس في هذا العالم المترامي الأطراف الذي أصبح قرية واحدة بفضل تقنية المعلومات. نريد شركاء حقيقيين، شركاء يمثلوا قدوة لنا لكي نقتدي بهم ونسير على خطاهم، ثم نمارس التحدي الإنساني الحضاري لكلنا خطوة وموطئ قدم في هذا العمل الحضاري الإنساني. نريد أن نكون مشاركين إيجابيين في الفعل الحضاري الإنساني، لا مشاركين سلبيين